السلام عليكم، مرحبا بك. عايش الاخ تونسي وعايش في تونسي وعايش في ليبيا، مازلت كهبطل تونس. هبطل سوق الكراب والله اليوم الاسعار ما شاء الله، الاسعار خياليه. السيارات هما نفسهم موجودين في ليبيا، ما همش نفس السيارات يعني في تونس. يعني فصل تشوف انت سياره من نوع بولو 4 بولو 5 بولو 6 حتى بولو 3، في ليبيا سعرها ب 3000 و 4000 و 5000 6000 ليبيات، بينما في تونس تو تلقاها ب 16000 و 17000 و 12000. عاودي الاسواق 16 مليون يعني في ليبيا. في تونس الاسعار قلت لك في ليبيا ب 6000 و 7000 و 8000 تاخذ سياره. 8000 ليبيا يعني نحكي لك انا على 4000 توانسه، نحكي لك على 4 ملايين توانسه. بينما لهنا للسيارات يعني تلقى بولو 3 اللي هي بولو 3 نقولوا احنا في تونس، وبولو 4 تو اسعار من 13 وانت حتى ماشي حتى ل 17 18 يعني فوا 3 فوا 3 اسعار خياليه. نرجعوا احنا نمشوا نخرجوا من الالمان نمشوا للكوري. السيارات الكوريه في ليبيا سياره تلقاها عمرها عامين 3 سنين للسعر الاقصى تقدير تلقاها 35000 نضيفها على الاخير. باهي في تونس تو انا جيت تشوف في كياري وقال لي 40000 توانسه يعني اللي كتجي نحكوا على الكياري ونحكوا على اللي 10 على اللي 20 فهمتني. نقولوا احنا ايفا اي 30 فهمتني، هذوما نحكوا عليهم يعني السيارات الكوريه. تشوفهم انت اسعارهم خياليه في تونس، خياليه. تو انا تو درت في السوق والله العظيم باش ناخذ سياره 206 صاحبي، ما راني نلقى الاسعار خياليه والله. في تشمل لي ما هو كيفاش باش تجيب من ليبيا؟ ما هو تغيير الاوراق لازم تكون عمرها اقل من 5 سنين، ولازم برشا 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 اوراق فيها وبرشا تكاليف. ما هو واحد ياخذ من بلاده وينفع في بلاده ويقول دي ما خير. ما انا تقول لي انت لاسويم فاتروا ما عندكش الحق تدخل سياره من دوله اجنبيه لازم يكون عمرها اقل من 5 سنين، فهمتني ولا؟ يعني انت تقول لي مش تشوف لوين بولو 4 او بولو 5 او بولو 6 ديما عمرها مش تلقاها في ال 10 سنين فما فوق، فهمتني ولا؟ يعني احنا توا قاعدين نشوفوا في السوق برجوليه سوق تونس ياسر غالي والله العظيم. انا عشت وشفت في ليبيا برشا للامانه، يعني ليبيا العز بالنسبه لي انا، ليبيا العز في سوق الكراب، في سوق الكراب في كل شيء. ليبيا سوام ممتازه وسوام معتبره وسوام جميله. 3000 و 4000 دينار ليبي تونسي قرش يولوا 1600 1700 فهمتني. اذا كان ال1000 الليبي 420 توانسه تو 1000 الليبي 1000 الليبي 420 توانسه. حتى كان مش تقول لي فارق العمله، حتى انت كي مش تحكي لي على فارق العمله يعني باللي ليبيا خير منا برشا. الدينار التونسي اقوى، الدينار التونسي اقوى. ما هو خاطر احنا ديما نتعاونوا مع البنك الدولي، مش كيما ليبيا خاطر صايره فيها برشا اكتظاظ وبرشا مشاكل وبرشا. ان شاء الله ربي يصلح الراي وان شاء الله ترجع لنا ليبيا باهيه ونطلوا على حبابنا واصحابنا غادي، وان شاء الله ديما فيه خير ربي يسهل فيه، وان شاء الله تونس ترجع باهيه باهيه. معناها في تونس 34 مليون 35 مليون تنجم تشري جوج كراب في ليبيا، تنجم تشري 3 كراب في ليبيا. انت تنجم 35000 توانسه تنجم تاخذ بهم زوز كيا سبورتاج من ليبيا وتجيبها موجي والله العظيم والله. واذا كان انا غلط تو عادي واحد من ليبيا يدخل، فهمتني؟ عاديه الحكايه. انا نحكي لك على الاسعار الباقي نشوفها هنايا، هي اسعار خياليه باتم معنى الكلمه. احسن نوعيه 35 مليون نحكي لك، قلت لك كيا سبورتاج يعني ان المتفرجين والناس تفهم. انا نحكي لك على كيا سبورتاج، نحكي لك حتى على اي 10 اللي هي ايفا الايديس والايفا، هذوما الكل السيارات الموجوده السيارات الكوريه. السيارات الكوريه موجوده في جميع الدول في ليبيا موجوده، موجود الكوري والياباني والالماني. السيارات اليابانيه موجوده غادي موجوده لهنا مع التويوتا، تويوتا موجود، الالمان موجود، البي ام والجولف والمرسيدس هذوما الكل موجودين في ليبيا. يعني اما تشوف الاسعار اللي هنايا، شوف الاسعار اللي غادي ياسر بعاد. شو الاسباب؟ الاسباب انا ممكن نقول خاطر في الدوله الشقيقه ما يخلصوش جمرك برشا، احنا هنا جمرك برشا ويكلف لك برشا اوراق وبرشا برشا عندنا 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 برشا عوامل في تونس. اعطينا مثال باش نعاونوا باش نوضحوا الصوره. باش توضح الصوره شنو لازمك؟ لازم توضح الصوره، لازم الجمرك في تونس تسهلوا فيه، تسهلوا فيه للمواطن. اذا انت المواطن توا بو عيلة يحب ياخذ سيارة يعني يوصل بها ويجي صغاره، ما قلوش من 15000 باش يشري سيارة. 15000 يعني تحكي لي أنت، ما أنا ولد دومين ولد ميكانيك يعني
15000 راه مش يصرف عليها 5000 في المدى الطويل، والقاسيس مش يصرف عليها 5000، والميكانيك راهو تطور، الحديد تطور والميكانيك تطور، فهمتني ولا؟ والسيارات غليت في ليبيا، السيارات كي في السوق موجودين في السوق فيهم لي زوبسيون الكل ولا تلقاهم ينحيوهم لي زوبسيون؟ تو اوبسيون تلقاه فرميتي سونترا واسيستي وجوها مليح مليح من جميع، تلقاها جوها مليح، فما بواط اوتو فما بواط نورمال، راهو نفسه الميكانيك هو اللي ترى فيه في تونس هو نفسه موجود في ليبيا، هو توانا يجيك بعد يقول لك تختلف الخيول بين تونس وليبيا، لا والله نفس محرك 1.0، محرك 1.0 موجود غادي، محرك 1.2، 1.4، 1.6، 1.8، نفسه الميكانيك الموجود عندنا احنا لهنا موجود في ليبيا. وقل قائل الغش موجودة، نجم واحد يتغش في ليبيا؟ والله ما في، والله خاطر انت تسكن، خاطر انت تقيم غادي؟ والله مش خاطرني انا مقيم في ليبيا، والله بقلة وين تلقى ليبي باش يغش، خاطر كلهم يفهموا في الميكانيك وكلهم عندهم الميكانيك في ليبيا، وصعيب برشا باش انت مش تلقى ناس يعني تغش بعضها في ليبيا، ما فماش غش، والله انا عشت معاهم وما فيش غشة في ليبيا. عشت في ليبيا؟ انا عندي 5 سنين في ليبيا. الظروف غادي كيف؟ لا بس الحمد لله عايشين، مرة هكا مرة هكا، فهمت؟ فما مشاكل؟ ما فما شوية، ان شاء الله ان شاء الله تسلك، ان شاء الله ان شاء الله تمشي الامور. المعيشه معاش مش كيما قبل ايامات؟ اكيد اكيد مش كيما انا ما خلطتش على ايامات العقيد، فهمتني؟ كلها انا الراي كلها ناد مع القذافي وكلها تحب القذافي، والمساله هذه سياسيه يعني ما عنديش بها علاقه. ظروف اجتماعيه مش دخلنا في السياسه، ظروف لي ظروف اجتماعيه والاقتصاديه كهو. الظروف الاقتصاديه ماشيه، البلاد الحمد لله عايشين جوهم باهي، يحبوا بعضهم، ناس يخافوا ربي، ناس ما يتعدوش على الزوالي، تخدم معاهم، يحبوا الثقة. صحيح واحد نجم يعبي الكهرباء بتاعه بلا بأقل فلوس؟ ايه 3 دينارات تونسي يعبوا لك فل في ليبيا، طنك كامل. ايه ريزرفوار، ايه ريزرفوار بلا في ليبيا 3 دينارات تونسي، والله العظيم الله يعبوا لك يعني فل، طنك فل نقولوا احنا فل على فل، فل على فل، والله العظيم الله، والله العظيم. ولا ولي زاكسسوار موجودين كل نتاع الكراه موجودين؟ موجودين، شنو تحب انت؟ اي حاجه تحبها في ليبيا موجود، في البضاعه الصينيه وفي الاصلي، فهمتني؟ في البضاعه الصينيه وفي الاصلي موجود، كل شيء موجود. انا عشت غادي وتمشيت وعجبتني الحياه غادي، والله انا بالنسبه لي، انا كي شفت تونس وشفت الاوضاع في تونس، دخلت للسوق وشفت اسعار السيارات، والله ريت أن ليبيا جنة من جميع النواحي، حتى ولو أنها البلاد في حالة حرب، إلا أنها ليبيا خير برشا من تونس على مستوى المعيشي، على مستوى المعيشي، على مستوى كل شيء. المواطن العادي نجم يشري غادي ويعيش كل شيء، يشري ويعيش وينجم تعيش كما تحب أنت، نجم أنت في ليبيا تعرف كيف تتصرف تعيش. الأسوام عادية، الأسوام عادية وعادية على الأخر، فهمتني؟ وفي حتى الاشياء التونسيه غادي في المواد الغذائيه موجوده في ليبيا، راه اللي انت تونسي تحب تشري ماكل تونس موجوده، راه ماكل تونسي، فهمتني؟ تحب ناوي باش تستقر في ليبيا؟ والله علاش لا، علاش لا، علاش لا، علاش لا، انا ناوي باش نستقر. تقرا ولا تخدم ولا عندك دبلوم؟ انا اصلي عندي دبلوم ميكانيك، مشيت انا طلعت ليبيا ما مشيتش معايا الظروف في تونس، خسرت برشا حاجات، كي مشيت ليبيا عاودت من الصفر والحمد لله، تو الحمد لله كل شيء مشى بقدير الله والحمد لله. بارك الله فيك، عايشك ربي.